الحادث. تخيل انسان مثلا والده توفى وهو صغير، لم يرى هذا، لم يرى والده مثلا توفى وهو عمره 3 سنوات 4 سنوات، فلم يرى. ثم جاء اهله واخذوا يحدثونه عن والده، ماذا فعل له والده؟ فقال له والله انه كان يحبه ويكرمه وكذا وكذا وكذا. كلما ازداد يعني معرفته بماذا قدم له والده ازداد حبه لهذا الوالد، لانه عرف ان ابوه هذا تعب من اجله، وفي يوم كان مريض جلس بجانبه، وفي يوم كان كذا فعله كذا. فمعرفته بما قدم له ابوه جعله يتعلق بابيه ايما تعلق. طب وانا اذا قلت لك ماذا فعل لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيتعلق قلبك. اذا اردت فعلا محبه النبي صلى الله عليه وسلم عليك ان تقرا في سيرته وتعرف ماذا قدم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على اذى المشركين ليصل الدين اليك. كيف تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة: والله يا عائشة إني لأدعو لأمتي في كل صلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لك أن